السلام عليكم شباب، رجعنا لكم بفيديو جديد ومقطع جديد من سلسلة سيتي. طبعا هلا راح نبلش لعب. اوكي يلا يلا. طبعا هلا المصور اللي هو انا راح يلعب وراح العب انا يعني. مش محتاج تصوير. اوكي يلا علي. نعم. بديك تحمل لي الكاميرا. شو بدك تعمل؟ بديك تصور لي. ويلا خليكم مع المقطع. سك. اوكي. طبعا علي بده يعطيني مهمات. يلا. شو اول مهم؟ بدك تجيب اسرع سيارة. بالله. اوكي. وبدك تحصل نجمتين والمعدد بعد لما يصير 15 دقيقة. يلا بلش التحدي. خد امسك الكاميرا. يلا. بس اوعى تخبط. انا ليش رحت من هون؟ الفكرة هون في 200 دولار وسيف ما حد لك عليهم. اكتشفت انا قاعدة بخبص. بعد مين بس 5 دقايق؟ يا ابني يا ابني. بتعرف احزد لك للسرعة شهرين. اوكي اوكي بعد في 9 دقايق ونص. بلك تضلك هارب هارب والشرطة مش قادرين يلقطوك. لا يصيروا 20 دقيقة. 17 جنب. بدي اوقف المقطع شوي. طبعا قلت للمصور اللي عم يلعب هلا شغله. طبعا هلا اللي عم يلعب مش انا. وقفت الفيديو شوي وعملت شغل لعبتها كم مره ما بعقل. طبعا مش انا اللي عم بلعب المصور. اركض اركض اذا بدك تاكسي. وين اسرع؟ هاي اسرع سيارة مش موجودة. شملت. هاي اسرع سيارة مش موجودة. كل قدام شوي. لك جيبها الصفرة. جيبها. اركض. وراها فيك تسخر تسبقها. تأكد انه في اسبقها. بطلت عارف الموضوع. هياخد لي حيالة سيارة هلا. انتبه اسرع سيارة. بلكي صار في اسرع سيارة. بلكي انت اسرع سيارة هلا. كيف ماسكة؟ الله اكبر. اللي بشوف كيف ماسكه راح ينصدم. كيف ماسك الكاميرا؟ شو مش ما كنت موجود؟ شو بعرف؟ سيتاكسي مدمر أمام السيارة فراري. مش هم يمسح؟ فوت فوت فوت. خسر المصور بأول تحدي. دوري. يلا. لا أنا بتصور. بدي الماوس. لو الماس كنت هلا مين بيعرف السي شو بتعمل؟ لينك بس وين السي؟ شايفه شفت.
حلوة. يبطل الشرطة يقدروا يقتلوني. يلا ليش التحدي؟ بدك تجيب أسرع سيارة ممنوع تموت فيها. كيف بديش موت؟ ممنوع تنفجر قصدك؟ ممنوع ممنوع تموت بأي طريقة. وممنوع تنفجر؟ ايه حتى لو غليت بالبحر تخسر. حتى لو انفجرت وأني قدرت أنجو منها بكون خسرت؟ ايه ممنوع تصير له شي السيارة. طيب أنا كيف بدي هذا؟ إنه فيك تخبطها بس ممنوع تولع وتنفجر وممنوع توقع بالبحر، وإذا انفجرت بتخسر. طيب كيف فين أربح؟ ما بعرف دب الحال. اوكي بس يصير هذا 5 دقايق. لا لـ10 دقايق. اوكي وهي مش طايرة شيء. ايه نص ثانية عالدرج يا مصور. انت بالسلسلة تالتة ورابعة انت بتلعب بكرة؟ ايه قصدك بالحلقة؟ لا بالحلقة التالتة واللعبة. الحلقة التالتة واللعبة. مين بيعرف لعبة مش عكس السحر؟ فش غير رب العالمين بيعرف. مش خايف من الحادث، أنا ما بخاف إلا من رب العالمين. والله لازم أخاف وأخبط. ما بخاف إلا من رب العالمين. بركب بالشارع. ما بخاف إلا من رب العالمين. دورت الكاميرا؟ مش الكاميرا، الفلاش عشان تطلع الصورة أحسن، لأنه الكاميرا أصلا بالأساس مضوية. أسرع سيارة يا بني. لمبرجيني لمبرجيني جمبرجيني. هاو حبيبي. نقلع وانت نقلع. لك هادي بنت مش صعبة. راكب مع حبيبتي. طبعا عمل مصور وعمل شغلة وبس. ميت لمبرجيني حمرا. لمبرجيني اكثر لون بحبه الاحمر. يا ابن الخبر يا ابن شو متى تم يا الكاميرا مبينة أورانج بس هي حمرا. كاميرا مرغوبة شوي مثلك. عمودي جدك كيف انضرب؟ شو من جد؟ جدك من ايمتى جدي ما انضرب؟ انت بتقلي جدي مروب اكس مروب. لا ايمتى قلت لك؟ من عمر السنتين. بمزح معك. انت قايل لي اياها، قايل لي انه جدك مروب صح؟ لا معك لو 15 دقيقة. هلا ممنوع تموت بالسيارة. طيب فيك تزيح تموت ولا ضرر إلا لكن نفافات 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 في العقد ما بنشرح حسن. مش عم تمشي السيارة على فكرة. ايه مش عم تمشي فكرك كابس بين ايدك كأنك كابس. من عم حرقسك. في لعبة حلوة اسمها تحرقس حمودي. يا ابني ملايا حمودي. أه
بس ليه يا محمد عملتها؟ ايه بدي بدلها، عايز سيارة بسرعتها. طبعا اشتركوا بقناة علي، وكمان انا عندي قناة على اليوتيوب اسمها محمد التيوب، اشتركوا فيها. طيب هايدي سرعتها يا حمودي، بس ما اسم محمد ما عشت تعملها. اسمها محمد تيوب فريندز القناة. طبعا شو عرفتني كم مشترك عنده؟ انا عندي واحد، انا عندي 16 مشترك. اشتركوا لاني عندي واحد، وانا اشتركوا ليصيروا 100,000 بدي الدرع، وانا كمان بس انا واحد. وهالمتابع اللي حطلي اياه حطلي سبسكرايب، بدنا نوصل 50 مشترك بأسرع وقت. بدي افتح لايف على 50 مشترك، بس نسيت عندي 50 مشترك. اوكي، واللي حطلي السبسكرايب الواحد هذاك الشخص ما بعرف من هو، شكرا له. هاي هاي، على فكرة انت ما معك اسرع سيارة. بلا يا اكتر عطا فراري فراري، بس في على فكرة في مثلها بس مش سريعة. قد ايه سعر الوقت؟ بعد قد ايه في؟ بعد معك 6 دقايق. لايك الوقت، لك الحركة، لايك الوقت، بدي اعمل لكم حركة حلوة. هي هذا اللي هون، زيح 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 الوقت هو اللي هون. هي ها اوكي، شايفين النقطة؟ بدي نقطة بهديك الحلقة نطيطة بأسرع سيارة. قال لي اني ما موت، متت. قال لي موت فيها متت بهالنقطة. قلت له لازم تجيب أسرع سيارة وتموت فيها. عشان هيك اللي ما تابع الحلقة يتابعها، اللي ما تابع السلسلة. اوكي طبعا بهديك الحلقة عشان اسرع سيارة انه بتقدر تعبرها بسهولة، بس للأسف قصدي ربح بالتحدي مش خسر. في سيارة نارية مش خسر، كان بدي اقول خسر سوي ربح بالتحدي قبل شوي. لك شايف السيارة تقريبا بتوصل لسرعة هاي واسرع بشوي كمان، بس هذيك ممنوع تمشي. رح ضلني كابس لك دبليو عشان تمشي. لا عم بنسى طفحت. اوه لك 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 بدي اقتل عند اعطوني مهمة بدي اقتل. قتلت واحد، عندلي كم واحد بقتل. اوكي انت حديت اقتل بلا ما يحقوني الشرطة. بدي كمان نفجر سيارات. مني مش كابس. عيون ضيق. ويه كم واحد سرقت يا حمود يا محمد. اوه شو اللي بتعرفوا غواء ده قويين تعرفوا يا عصابة. يا ابن اللذينة شو لك شو صد دمي. اوكي صار لازم نوقف الحلقة، وما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وبس مع السلامة.